اخلي بقى خطوط الفراخ البارده ده عباره عن كولد كات بالفراخ. يعني انا هعمل لهم الكولد كات في البيت صدقيني طعمها روعه. سيبك بقى من التدخين والتمليح والحاضيط اللي بتحصل في اللحوم المدخنه الكولد كات اللي هي المواد اللحوم المصنعه بتاعت بره اللي عليها كلام كتير. فاحنا قلنا نعملها في البيت بجوده طبعا اعلى ووصفه سهله جدا سريعه جدا والنتيجه هتبقى ان شاء الله روعه جدا. يلا بينا نبدا بالمكونات. يلا يا ستي نقول المقادير. عندي صدر دجاج مخلي. طبعا انت ممكن طبعا تدبلري المكونات دي. انا بقول لك على مكونات صدر دجاج فقط لا غير. عندي التتبيله بقى عباره عن ايه. بص يا ستي التتبيله دي شروط اساس في التتبيله حلوه جدا تحفه جدا بتطلع حاجه زي المدخن كده تبقى طعمها روعه. بس لو عايزه تغيري فيها ممكن. عندي معلقه من دبس رمان. معلقه من الصويا صوص. معلقه من زيت الزيتون. خدي بالك الوصفه دي كمان يا شروق صحيه جدا حاجه روعه ممكن تعملها جنب اي حاجه بقى للولاد. معلقه من خل بلسمك ممكن تستبدليه بالخل الابيض مفيش مشكله. عندي يا ستي معلقه يعني معلقه ونص كده من الماسترد المستردة. وعندي معلقة كبيرة برضو من الباربيكيو صوص صوص الباربيكيو. نص معلقة صغيرة من الملح لأن الكمية عندي هنا صغيرة. نيجي للتوابل بقى. عندنا يا ستي توابل دنادي. عندنا فلفل أسمر نص معلقة. نص معلقة من كل التوابل اللي هقولها دي. نص معلقة فلفل أسمر. نص معلقة توم بودرة. نص معلقة بصل بودرة. نص معلقه من البابريكا العاديه ونص من البابريكا المدخنه ونص زعتر وبهارات فراخ. حلو تمام يلا نبدا نبتدي يا ستي. عندنا هنبتدي الاول بالتتبيله مكونات التتبيله. كل مكونات التتبيله كده هنحطها في بولا. عندي الزيت الزيتون دبس الرمان. دبس الرمان ده تحفه جدا يا جماعه وفوائده عديده. يعني انا بعمل حاجه مش بس حلوه لا دي فوائدها عاليه جدا. عندي الصويا صوص كتريش في الصويا صوص عشان اللون ما يغمقش قوي. خلي بلسمك الباربيكيو صوص مع الموستر. بصي قد ايه جمال التتبيله حاجه يعني ميكس حلو قوي على فكره ميكس جميل متخيله انا الملح تمام. عندي البهارات بهارات دنادي هنحطها كده كلها مع بعض يعني نسيب حبه للوش بس فقط لا غير نحطها على الوش. اخلطي بقى كل مكونات التتبيله دي مع بعض كده اهي. اللحوم المصنعه اختارها كتير قوي وخصوصا لو استخدمناها يا شروق بانتظام. يعني حطيتوها بشكل دوري للولاد في اللانش بوكس او كلوها كل يوم. يعني انت عارفه لو كانها مره في الاسبوع مره كل فتره مفيش مشكله. لكن فكره انها يومين ده صعبه. ايه يوميا صعب جدا لانها فيها هي مواد. يعني ايه لحوم مصنعه؟ لحوم مصنعه يعني انا بستخدم التدخين والتمليح واضافه مواد كيميائيه عشان احفظ اللحمه دي. احنا هنسيب يا جماعه الفراخ في التتبيله دي ساعتين ثلاثه كده لغايه ما تتشرب تماما. بعد كده احنا بنحضر صينيه فرن. طبعا الفراخ دي ممكن ليها طريقتين للتسويه يا شروق. ممكن تحطيها في الاير فراير ودي اسهل تاخد 40 دقيقه فقط لا غير. ايوه وخمس دقائق وانت كاشفه الغطا ده عشان تاخد وش فقط تاخد 45 دقيقه. الفرن بتاخد ساعه كامله 50 دقيقه متغطيه و10 دقائق عشان تديها وش من فوق. تمام فهماني؟ فانت ليكي اختيارين. انا النهارده هحطها في الفرن قدامكم على حسب بقى كل واحد واستخدامه. عندك الاير فراير وعايز تستخدميه تمام. عندك الفرن مفيش مشكله خالص. تمام. اللي هيحصل برضو هضيف شويه توابل كده فوق الوش. انت عارفه الحاجات دي يا شروق هي اللي بتعمل كماده حافظه للفراخ. انت عارفه بتديها شكل لطيف جدا يعني بتطلع شكلها حلو. هي انا بلف كده دي بتفرق داخل في الشكل بتفرق جدا. هي بصي خدي بالك هي الحاجات دي اللي بتفرق في الطعم اللي بتاع بره مش احنا قلنا كده. ايوه التوابل مع طريقه التسويه التركات الصغيره دي هي دي اللي بتفرق جامد جدا. فانا بقفل عليها كده بورق الزبده طبعا الاول. اوعي تستخدمي الفويل لوحده
الفويل لوحده مضر جدا، فاحنا بنستخدم نقفل بورق الزبده وبعد كده بالفويل وبناخدها على الفرن، قلنا هتاخد زي ما قلنا 50 دقيقه او 10 نكشف الغطاء عشان تاخد وش. تمام. ساعه كامله، ساعه كامله تقريبا ممكن تاخد اقل على فكره لو ست البيت هتستخدم الاير فراير، ممكن تاخد 45 دقيقه لو الاير فراير، 40 متغطيه والباقي تمام هيبقى حلو مكشوف. بعد طيب كده ايه بقى الشكل الخارجي الاخير يا جماعه؟ بتطلع شكلها ايه؟ بتطلع بالشكل الروعه ده. يعني انا هجيب كل ده كده قدامي اهو. تمام. احنا بناخد طبعا دي معانا سكينه، دي لازم تتحط. التركه بقى المهمه برضو يا شروق، دي لازم تفضل في الثلاجه مش اقل من 6-7 ساعات. ليه؟ عشان تعرفي تقطعيها رفيع وتبقى منطقة. ده بعد التسوية تفضل في التلاجة. حطيها في علبة كده وحطيها في التلاجة. تاخد تقريبا في التلاجة 6-7، ممكن تسيبيها ليلة كاملة تبقى أحلى. عشان لما تيجي تقطعيها تبقى سلسة زي ما أنت شايفة كده. والتركة التانية بقى إنها لازم لازم سكينة حامية. أيوة. يعني لازم السكينة زي السكينة عشان تديني الشكل المطلوب برضه. عشان تديكي كده الشكل ده. لو السكينة مش حامية هتفرفتها. تمام. انت فاهماني ازاي؟ فالتركه الاولانيه تتساب في الثلاجه من 6 ساعات تقريبا او اكتر الليله، يبقى افضل. يعني تعمليها النهارده وتاكليها بكره. انت ممكن تقطعها ارفع من كده يا جماعه، بس انا عشان الوقت بس. تمام. لا خدي راحتك، على فكره احنا معانا وقت عادي. فانت قطعي بقى براحتك رفيع، ممكن تقطعيها رفيع خالص زي الكولد كات اللي بيجيبها من بره. الولاد يحبوها جدا. يعني تحطها لهم بقى في السندوتشات مع المايونيز بقى وشويه خس شويه خيار مخلل، يعني هتبقى روعه جدا حقيقه. يعني طعمها بيبقى حلو حلو قوي ونضيفه. احنا تجنبنا اخطار الايه. انا اصلا ما شاء الله يعني ريحه الوصفه واصله لي، هي الريحه طبعا انا تخيلته. يعني تحسي انها مدخنه صح ولا لا؟ ده حقيقي، تحسي انها فراخ مدخنه اوريدي يعني. فاحنا بنعمل حاجه مش اي كلام. يعني هي طبعا بتبقى بالشكل الروعه دوت. بص يا ستي، احنا بنحط بقى هنا مايونيز. حطي بقى، ممكن تحطي مسترد زي ما انت عايزه على حسب الرغبه بقى كل واحد. الاولاد طبعا كاتشب فوق الوش. حطي خس خيار خضار بيبقى تحفه عشان تبقى وجبه كامله. ساندوتشات كده بالمايونيز. احنا ممكن نعمل ساندوتش واحد بحيث اوريدي خلاص خلص عشان الوقت برضه. بصوا يا جماعه.